الشباب الكويتي دائما ما يضربون أروع الأمثلة في مجالات عدة، ويكونون دائما واجهة مشرفة في مختلف المحافل. نعم بسام، اليوم راح يكون معانا واحد من الأشخاص اللي يشرفونا ويسعدونا ومن الصور المضيئة في مجال الرياضة والعمل التطوعي، عبد الرحمن العازمي، لاعب تنس الطاولة وعضو فريق مبتوري الأطراف وعضو فريق Move to Improve التطوعي. صباح الخير. صباح عليك بالخير عبد الرحمن، وسعداء جدا بوجودك ويانا في برنامج العالم هذا الصباح، وتشرفنا بوجودك. وانا سعد بتواجدي وياكم. احنا ما شاء الله يعني قبل تقريبا يومين شفنا لك فيديو نتيجة لبطولة من البطولات يبدو بأنك مثلا حققت فيها مركز. احنا قبل أن نتكلم عن بطولاتك وإنجازاتك، ودنا تكلمنا عن كلمة التحدي، وشلون مدى تأثير هذه الكلمة حتى على الإنسان مثلا العادي، أو حتى الإنسان مثلا إذا فاقد شيء من نعم الله سبحانه وتعالى. أنا الحمد لله بفضل يعني الله أن اختارني كعاقتي، والحمد لله ما تأيست أني ما أقعد بالبيت، بالعكس أن في ناس قالوا عبد الرحمن شلون تكمل دراستك، شلون تلعب تنس طاولة، أثبتهم هالشيء وحققت إنجازات بالفعل. نعم عبد الرحمن، أنت التقيت بسمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه، يا ريت توصف لنا لقائك فيه شلون كان. أول شيء تشرف بصاحب سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد جابر صباح حفظ الله ورعاه، وكان يوم ولا أورع وذكرى كان بالنسبة لي ما أنساها. نعم عبد الرحمن، أنت اخترت لعبة التنس، تنس الطاولة، يعني هذه لعبة لربما تكون يعني تحتاج تركيز، تحتاج سرعة، تحتاج تحرك على الطاولة يمين يسار، إيش معنى اخترت هذه اللعبة؟ أول شيء بداياتي تشيت بناتي مع عقين 2011، وأول لعب ألعابي تنس طاولة، والحمد لله اختارني أحمد فاروق ووجه له التحية، والحمد لله استمرت وياهم وحققت بطولات. جميل جميل جميل، ممتاز ما شاء الله. نعم عبد الرحمن، احنا قلنا بالبداية ان انت عضو في فريق مبتوري الاطراف، يا ريت تكلمنا عن الفريق هذا اكثر وشنو اهدافه. هالفريق حق مبتوري الاطراف الكويتي، احنا كمجموعة وكفريق نطالب كاحتياجاتنا، كعندك مثل اطراف صناعية بالكويت مو متوفر الاطراف حديثة، احنا نطالب ان يكون تطويل بالاطراف الصناعية ويكون عندنا احتياجات اكثر وتوفير لنا. عبد الرحمن، شنو البطولات اللي شاركت فيها؟ بطولات محلية ورمضانية. بطولات محلية ورمضانية. ما فكرت يعني الحين ما سنحت لك الفرصة انك تطلع مثلا في بطولات خليجية مثل الكويت عربيا؟ هل هذه اللعبة ايضا منتشرة بالنسبة لمبتوري الاطراف على مستوى العالم؟ مبتوري الاطراف في، بس ان شاء الله راح ابتكر جهدي اني يكون بالمستقبل اشارك بالبطولة الخارجية وارفع اسم الكويت عالي. نعم عبد الرحمن، زين فيهم انت عضو بفريق تطوعي اسمه Move to Improve. نعم. هم ودنا يعني تكلمنا عنه، وشنو الفرق بينه وبين فريق مبتوري الاطراف؟ مبتوري الاطراف حق اطراف اللي فاقت احد اجزاء سواء ايدينا او رجلنا او كلهما، و Move to Improve هذا كمنطقه كل سنه بالكويت، وحق أشخاص من توي إعاقة وغير من توي إعاقة يتنافسون على مشرى واحد، ويقيل توي إعاقة يقيل وجهته أو يقيل عنده إصرار وعزيمة. عبد الرحمن، الناجح ناجح والمبدع دائما مبدع، والمنتصر دائما ويستطيع أن يصل أهدافه في كل شيء. أنت نجحت في الرياضة، شلون على الدراسة؟ والله الحمد لله سينة. وين وصلت؟ أنا بجامعة الكويت. ما شاء الله تبارك الرحمن. في أي سنة؟ إن شاء الله سنة رابعة. سنة رابعة، شنو تخصص؟ بكل الشريعة وصول الفقه. جميل جدا. راح تزاول حياتك بعدين لما تخلص إن شاء الله الدراسة، وراح تستمر أيضا في هذه اللعبة إن شاء الله. شنو الكلمة اللي قادر توجهها عبر تلفزيون الكويت وعبر برنامج العالم هذا الصباح بموضوع اللي هو عدم اليأس والتحدي والوصول إلى الأهداف، وأنه ما في شيء مستحيل؟
أول شيء حق الإعاقة والأشخاص اللي يقعدون ما عندهم هدف، لازم يكون عندهم أهداف ولازم يتطورون بحياتهم حق الإعاقة، وما تيأسون ويعني حقق إنجازاتك لا تنطل بالمجتمع نظراتهم. والله صدق تبي يعني بكلمة حقيقية، يعني بصراحة ودنا نتعلم منك هذا الإصرار، وان انت شلون تجمع ما بين الدراسه وما بين العمل وما بين مزاولتك للرياضه، فهذه ثلاث اشياء راح تحافظ عليها. إن ما في شيء مستحيل. إيه يعني لا شيء احنا محتاجين نتعلم من عبد الرحمن، انه بحيث انه بالاضافه الى عملنا لازم نزاول الرياضه، والرياضه جزء اساسي في حياه الانسان. صح. نتمنى لك يا عبد الرحمن ان شاء الله نشوفك في المحافل الدوليه يا رب، وشفنا ميدالياتك وشفنا صورتك الجميله قبل شوي مع حضره صاحب السمو. شنو دار الحديث ما بينك وما بين سموه؟ انه شجعني ان استمر ان احقق اسم كويت عالي. جميل جدا جميل جدا، جزيل الشكر لك عبد الرحمن.